كرة ممتازة وهدف، كرة ممتازة لصالح فريق النادي القنيطري، رأسية جميلة وجا الهدف بشكل جميل من خلال روزار فافا. طبعا كانت تمريرة داخل منطقة العمليات، ونشاهدوا الطريقة اللي جا من خلال الهدف. ما انتهتش المقابلة، روزار فافا طريقة جميلة المدافع الكونغولي، شاهدوا الطريقة ديال التمريرة داخل منطقة العمليات في الراس بشكل جميل. الهدف لهذا الفريق هناك باش تعلم المقابلة، رشيد بن رواد ارتقى وانصار نادي قوات البحر الهزيل المايسترو بالرواز ارتقى. شوف 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 ليكستونسيون، ارتقى فوق الجميع. ماشي اي لاعب يمكن يرتقى بهذا الشكل، ماشي اي لاعب يمكن يرتقى بهذا الشكل. اذا 1-0 نادي القنيطره المتقدم بهدف الى صفر، هدف رائع طويله بعض الشيء. اذا نادي القنيطري ما كيخلي كما هو الحال الصوفي، كما هو الحال اكيد انه مجموعه من المتغيرات حدثت بالدوري الوطني المغربي. طبعا غير حاضر فابريس نكيسو انضم، والكل يعلم المشكله ديال فابريس نكيسو انضم. اكيد انه فريق الوداد فاس يترقب لمعرفه تفاصيل كبر شبكات التواصل الاجتماعي، الشعارات، الصور، وحتى ان هنالك جماهير كانت تتباهى بالتذاكر. وهنا كره اماميه، فرصه ممتازه خطيره، بحث عن الابعاد. يكون هنالك تحضير وتكتيك بين المدربين اطار الوطني عبد الرزاخيري وايضا المدرب. تتمنى ان يكون ممتعا لكل الجماهير. عدنا ونعود طبعا هشام العروي. نادي القنيطري انتج وافرز اسماء مهمه مما يعني ان مدرسه فريق النادي القنيطري طبعا تقدم مجموعه. تطوان كره في الخط الامامي، افتتاح تهديف الدوري الوطني المغربي مطلوب. نتابع الكره، فرصه فرصه، كره جانبيه ممتازه ولكن تغطيه من جانب الدفاع. كره في الخط الامامي، افتتاح تهديف الدوري الوطني المغربي مطلوب. نتابع الكره، فرصه فرصه، كرة جانبية ممتازة ولكن تغطية من جانب الدفاع. أكد على أن مباراة الوداد والنادي القنيطري قمة من قمم الدوري. متع الجمهور الرياضي المغربي في فترة من الفترات اللي غادي تكون مناسبة. أكيد غادي متع الجمهور الرياضي المغربي في فترة من الفترات اللي غادي تكون مناسبة. السيد الحارس فباغتة الحارس رجعت في اتجاه الرابح. كرة من جديد لصالح فريق النادي القنيطري، نفس الأمر، جوج ديال المحاولات منذ انطلاقة المقابلة صوب الشباك ديال فريق الوداد الرياضي، واحدة مصدقه أيضا مدرب الفريق آنذاك. طبعا مسلسل دراماتيكي لم يصدقه أيضا مدرب الفريق آنذاك. طبعا يندم شديد الندم في المباريات الأخيرة للدوري الوطني المغربي. نتابعوا من جديد هذه المحاولة في مباراة عرفت تسجيل هدف، شديد الندم في المباريات الأخيرة للدوري الوطني المغربي. نتابعوا من جديد هذه المحاولة في مباراة عرفت تسجيل هدف بين الشوطين. النادي القنيطري جعل المقابلة أحلى، جعل المقابلة أحلى. بماذا؟ لأنه يخرج للهجوم، ينافس، يبحث، يلعب كرة جميلة، يلعب كرة مفتوحة، وهذه ربما أيضا من المعطيات المهمة في هذه المقابلة. إذا هي تحليلات وآراء، آراء صحفيين. كرة أمامية في اتجاه المدافع طبعا روزان فاريل فافا، محاولات مستمرة. 2013 جعل المقابلة أحلى بماذا؟ لأنه يخرج للهجوم، ينافس، يبحث، يلعب كرة جميلة، يلعب كرة مفتوحة، وهذه ربما أيضا من المعطيات المهمة في هذه المقابلة. إذا هي تحليلات وآراء، آراء صحفيين. كرة أمامية اتجاه المدافع طبعا روزان فاريل فافا، محاولات مستمرة. 2013 كرة من جديد للوداد، هنا تحضير، فرصة من جديد، مشات للخط الأمامي في محاولة التمرير، رجعت من جديد آخر مطاف، كتمشي الكرة مباشرة في اتجاه التماس.
هنا تحضير فرصة من جديد، مشات الخطا الأمامي في محاولة التمرير، رجعت من جديد آخر مطاف، كتمشي الكرة مباشرة في اتجاه التماس، محاولة الانطلاق الخط الأمامي، كاين التغطية، رجعت من جديد بالراس مباشرة صوب الحارس الحواصلي، الحواصلي كيرجع الكرة. هذه المقابلة الممتعة اللي كتخلينا في المقابلة، لأنه الطريقة باش جاب الهدف الثاني من رأسية ديال محاولة ملكي بونا، ملكي بونا كينطلق، فرصة 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 ممتلة، هنا محاولة المرور ولكن ضاعت منه. أشنو واقع في الدفاع من نادي القنيطري؟ محاولة ملكي بونا، ملكي بونا كينطلق، فرصة 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 ممتلة، هنا محاولة المرور ولكن ضاعت منه. أشنو واقع في الدفاع من نادي القنيطري؟ لأن ترى القنيطري من اليسار إلى اليمين يقدم عرض إيجابي كل فريق على حدة. أول شوط دخول الإيجابي في المواجهة، أيضا إظهار من كل فريق أهداف دون مقابل. لقاء كان قوي وجرى بمركب الحاج محمد بن جنيري. محاولة الودادية لأيوب الخليق من الجهة اليمنى، يبحث عن التمرير الأمامي ممتازة، كرة خطيرة في غياب التسلل، تصويبة تمريرة ولكن في آخر مطاف كانت تمريرة وغابت الرأسية على اعتبار الكرة في ظهر المدافعين. أمام ثلاثة ديال اللاعبين صعيبة، يعني مرر كانت تكون أفضل. كرة من جديد مامادو ديانك، القنيطرة، فارس سابو، الحاوي مباص، رشيد برواس يفتك هذه الكرة ويعود نادي القنيطري. تأسيس سنة 1938، يعني رجع للتاريخ، جبد الكتاب 1900. برواس، رشيد برواس يفتك هذه الكرة ويعود نادي القنيطري. تأسيس سنة 1938، يعني رجع للتاريخ، جبد الكتاب، رجع الكرة لعناصر فريق النادي القنيطري. الآن محاولة ملعوبة في الخط الأمامي، فرصة من جانب فريق النادي، عناصر فريق النادي القنيطري. الآن محاولة ملعوبة في الخط الأمامي، فرصة من جانب فريق النادي القنيطري. تغطية دفاعية ممتازة لهشام العمراني، أمامية ممتازة في اتجاه من، تغطية دفاعية ممتازة لهشام العمراني، أمامية ممتازة في اتجاه من، خط الوسط. محاولة من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي، التركيز نقول الإيقاع يكون أفضل. سعيد فتاح، خطأ يقول الحكم، خطأ يقول الحكم، عناصر فريق الوداد الرياضي، التركيز نقول الإيقاع يكون أفضل. سعيد فتاح، خطأ يقول الحكم، الأنسب والأحسن، ويا ترى من سيدخل، يا ترى والأحسن، ويا ترى من سيدخل، يا ترى من سيكون. ولكن هشام خربوش قام باللي عليه، تصويبه صوب المرمى ولكن الحارس كان في مكان مناسب. هشام خربوش قام باللي عليه، تصويبه صوب المرمى ولكن الحارس كان في مكان مناسب. يفتح سعيد فتاح، الان التوزيع او اختيار المكان المناسب. كره من جديد ملعوبه، فرصه العناصر فريق الوداد الرياضي ولكن هنالك التغطية ممتاز. هشام خربوش اختيار المكان المناسب. كرة من جديد ملعوبة، فرصة العناصر فريق الوداد الرياضي ولكن هنالك التغطية ممتاز. وعلى بحث عن الشارة الدولية، للأسف لم يتم يعني وضعه في اللائحة. آخر من الزملاء يعني على مستوى الهجوم، لكن يعني هذا ترك المجال أمام المدافعين لتخليص الكرة. ويعني محمد تراوري، حركة جميلة، هجوم يعني جماعي جميل من جانب حركة جميلة، هجوم يعني جماعي جميل من جانب فريق النادي القنيطري. إضافة إلى شوط ثاني 45 دقيقة أخرى للعودة في المباراة، وبالتالي أيضا وهي 45 دقيقة أخرى أمام الفتح الرباطي، ربما لبحث التعزيز، لبحث تأكيد الفوز. الفعل فيفيان مابيدي، مرور ممتاز، فيفيان مابيدي مرور ممتاز، تمريرة داخل منطقة العملية. الترجي يضغط نوعا ما، يعني قليلا، نوعا ما قليلا. الهاشمي، كرة الكوكو، كوكو رجعت لفيفيان مابيدي، الهاشمي من جديد، التمرير الجانبي او التمريره القصيره بالفعل، فيفيان مابيدي مرور ممتاز، فيفيان مابيدي مرور ممتاز، تمريره داخل منطقه العمليه. الرجاء يضغط، الرجاء الكثير للدوري الوطني المغربي، اخر مدرب كما قلت قبل النزول القسم الوطني الاول، كانت تتداهى بالتذاكر. وهنا كره اماميه، فرصه ممتازه خطيره، بحث عن الابعاد. يكون هنالك تحضير وتكتيك بين المدربين، إطار الوطني عبد الرزاق خيري
وايضا المدرب تتمنى ان يكون ممتعا لكل الجماهير. كره في الخط الامامي، افتتاح تهديف الدوري الوطني المغربي مطلوب. نتابعوا الكره، فرصه كره جانبيه ممتازه ولكن تغطيه من جانب الدفاع. كره في الخط الامامي، افتتاح تهديف الدوري الوطني المغربي مطلوب. نتابعوا الكره، فرصه كره جانبيه ممتازه ولكن تغطيه من جانب الدفاع في اتجاه المدافع. طبعا روزان فاريل فافا، محاولات مستمره. طريقة بالجميع، الهدف الثاني من رأسية ديال محاولة ملكي بونا، ملكي بونا كينطلق، فرصة ممتلة. هنا محاولة المرور ولكن ضاعت منه. اشنو واقع في الدفاع النادي القنيطري؟ محاولة ملكي بونا، ملكي بونا كينطلق، فرصة ممتلة. هنا محاولة المرور ولكن ضاعت منه. اشنو واقع من اليسار إلى اليمين؟ يقدم عرض إيجابي، يقدم عرض إيجابي. التوزيع أو الاختيار المكان المناسب. كرة من جديد ملعوبة، فرصة العناصر فريق الوداد الرياضي ولكن هنالك التغطية ممتاز. هشام خربوش اختيار المكان المناسب. كرة من جديد ملعوبة، فرصة العناصر فريق الوداد الرياضي ولكن هنالك التغطية طويلة بعد الشيء. إذا ما تمكنش من وصول الكرة في الوقت المناسب، طويلة بعد الشيء.